السلام عليكم. لو انا عايز اضيف موديل للمشروع اللي انا شغال عليه في الاوبن بيلدنج ديزاينر او في الاوبن رود او في مايكرو ستيشن، فالموضوع بسيط خالص. ان انا هاجي هنا على مودلز واقول له عايز اعمل كرييت ا نيو موديل، فبيسالني بقى النيو موديل اللي انت عايزه دوت، عايزه الشيت ولا عايزه درونج فروم سيد ولا درونج فروم سيد ولا شيت ولا دروينج ولا ديزاين. طيب خلينا نجرب شيت. طيب عايزه 2 دي ولا 3 دي؟ النيم بتاعه هل عايز تسميه ايه؟ الديسكريبشن الريفرنس بتاعتك، اللاين ستايل سكيل، بتظبط الاعداد بتاعتك، الانوتيشن، اد تو شيت اندكس، الشيت نمبر اللي انت عايزه، وهكذا. هقول له اوكي، هيبدا يفتح لي الشيت الجديد وهيظهر معايا هنا اهوت. وفي اي لحظه عايز ارجع للملف الاولاني اقدر ان انا ادوس بس عليه مرتين يفتح لي الملف الاولاني. تقدر تيجي هنا في الموديل وبعد كده تقول له عايز نيو، وتختار بقى اي حاجه تانية انت عايزها. يعني ممكن تعمل حاجات 3 دي، حاجات 2 دي، حاجات شيت هتحط فيها الشغل بتاعك، ممكن تعمل دوبليكيت للحاجه اللي انت عايزها. انا عايز دي مثلا للديزاين 3 دي وهسميه مثلا 3 دي. تمام، تخيل تكون انت عامله 3 دي وتسميه برضه كمان 3 دي، صدف. فيبدأ يفتح لك 3 دي بالشكل دوت، وتقدر تيجي بقى من هنا وتقدر تختار ان انت بس عايز تشوف من التوب، عايز تشوف من 3 دي، عايز تشوف من اي وجهة من الواجهات، مفيش اي مشكلة خالص.